تظاهر مجموعة من المواطنين الإيرانيين أمام مجلس شورى النظام ليبدوا غضبهم ضد الاتفاق الذي وقعه النظام الإيراني وتسبب في خسران حصة إيران في بحر قزوين، ويتهم المتظاهرون النظام بالخيانة بعد توقيع الاتفاق مع الدول المطلة على بحر قزوين والذي أدى إلى خسارة حصة إيران بنسبة 50%. ويستنكر الإيرانيون استمرار التخبط السياسي الذي تسبب فيه النظام، الأمر الذي أدى إلى تراجع وتدهور الاقتصاد الإيراني وأدخل الشعب في دوامة الفقر والعوز. ورفع الإيرانيون شعارات تطالب بإقالة الحكومة وبتنحي المرشد وتبديل النظام الثيوقراطي بنظام ديمقراطي يقوم على أساس العدالة ويكفل الحقوق المدنية والمعيشية للشعب.